المرأة هي المرأة، المرأة زي شعارنا اللي بيقول المرأة أصل الحكاية، هي المرأة اللي ليها جهود ومتميزة في مساندة الدولة في تكملة المسيرة بتاعتها. أولا المرأة اعتمدت على نفسها بأنها تكون منتجة وتخفف الكاهل على الدولة، إنها تنشئ أسرة مترابطة، مستواها اقتصادي متميز، مستوى تعليمي متميز، كل دي مساندة المرأة للدولة بطريقة غير مباشرة. أيضا المرأة ليها دور في المشاركة السياسية، إن هي أي انتخابات أو استفتاء ليها دور متميز، إن هي أكثر نسبة من الحضور والمشاركة بتبقى من المرأة وبتبقى على وعي. يمكن أنا بروح اللجان كنت وبشوف المرأة جاية وهي طائعة من جواها، مقتنعة إن ده حقها وده دورها وإنها لازم تكون موجودة. المرأة بتصطحب زوجها الكبير السن، بتصطحب أبنائها الشباب وبناتها الصغيرات السن اللي في سن القانوني، ولكن الشباب في سن الشباب بتصطحبهم، وده نوع من التوعية. الدور في كل حاجة، في المشاركة في كل حاجة، المشاركة مع الرجل في أي حاجة، المشاركة مع الأطفال، مع المرأة العاملة في البيت، مع المدارس، تكون مشاركة في كل حاجة ضد العنف. عملها للرجل، للمواطن السيناوي، لابنها، لزوجها، في القضاء على الإرهاب، مساندتنا لجيشنا وشرطتنا، يعني دخلنا بيوت وشاركنا وتطرقنا إلى السيدات داخل البيت بأنهم يعني هم عندهم شهداء، وعن يعني ممكن يكونوا محتاجين حاجة، ما عندهمش أوراق ثبوتية، عملنا لهم بطاقات، عملنا لهم أوراق ثبوتية. تحارب الإرهاب عن طريق تربية نشأ صح، عن طريق توصيل رسالة صحيحة لجهود الدولة، وتوصيل رسالة صحيحة عن إزاي الدولة والجهات الرسمية بتحاول تدافع عن الوطن، ووضع الأفكار الإيجابية السليمة في دماغ الشباب، خصوصا الشباب الذكور، والبعد عن الأفكار السلبية اللي بتؤدي إلى شد عضد الإرهاب. دي بالنسبة جوه الأسرة بتاعتها. بعد كده إزاي تساند الدولة القضاء على الإرهاب، البعد عن الإشاعات المغرضة اللي بتتقال عن جيشنا الحبيب وعن القوة السياسية بتاعتنا اللي بتبذل قصاري جهدها للقضاء على الإرهاب، وكمان إزاي مساعدة الجهات الأمنية في إنها تبلغ عن أي حد، لأن المرأة أكثر دراية بالحي وبالبيت وبالأسرة وبالأسر اللي حواليها. إزاي المرأة كانت وعندنا نماذج ما نقدرش نقولها، لأنها نماذج وقفت فعلا جنب القوى السياسية وجنب قواتنا المسلحة، التبليغ عن بعض الأشخاص أو بعض التصرفات المريبة اللي حوالين المنزل في حيها أو في أسرتها أو في عيلتها. فالمرأة طبعا هي، احنا بنقول دلوقتي، هي المرأة هي صمام الأمان والأمن للبلد كلها، سواء في حرب أو في سلم أو دفاع عن الوطن.